السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا الكرام. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم طريقة تحضير الهريسة. هاد الهريسة اللي غادي نصاوبها هاد النهار ما غتكونش حارة بزاف، لأن باش الحارة بزاف كتجيني مجهدة، كنبغيها شوية تكون شوية حلوة. ولهذا خديت هاد المزاود، هادو الصغار، وخديت هاد التفلة الأحمر، هاد الفلفل الاحمر هادي باش نصاوبها تجي شويه مهرسه، ما تكونش حاره بزاف. نتوما غديروا الكميه اللي بغيتو. انا هنايا درت كيلو لار ديال المزاود، ودرت كيلو ديال هاد الفلفله الحمراء. عندي هنايا واحد راس كبير ديال الثومه، خليته بالقشره ديالو لان غيتفور غنطحنو. نبداو بهاد المقادير وعاد نكملو. هانتوما غناخذو هاد المزاود ديالنا، غنحيدو لهم غير هادي وهاد الراس التحتاني هكذايا، والزريعه غنخليوها هكذا. الزريعه تبقى هادي، راه ما تخافوش منها، راه ما كيكون فيها حتى حاجه. نتوما باين زريعتها بيضاء هكذا، غنقطعها كلها. هاد الهريسه كتجي غزاله، حسن ما تبقى تشريو ديك الشيء من الزنقه، راه كتكون فيه ديك المواد اللي جد خطيره، راكم عارفين شنو كيديروا فيها، وإضافة عاد المواد الحافظة. المهم بحال دابا بدا الهريسة والحر، الإنسان يصاوبو راسو. أنا غنوجدو معاكم، هانتوما غير هاد التالي اللي كنحيد، واللي كيخاف من الحر يدير ليكات. أنا مكنعرفش نخدم بالليكات، كنخدم بيدي، غير مني تسالي وقبل ما تغسلو يديكم دهنوها بالزيت، لأن سبحان الله العظيم الزيت كيمتص الحر، كيمتص ديك الحر من الجسم ديالنا. وعاد غسلو يديكم بالصابون، غير الا كان عندكم دراري ما خصكمش تقربوا ليهم ولا تحكوا عينيكم، اللي كيخاف يدير ليكا ويخدم بيها. المهم الزيت راه كتحيد الحر، لان الانسان فاش كيكون كياكل راه كتبقاو تشربوا الماء، راه الماء ما كيحيدش الحر، راه خصكم ديروا شديق ديال الخبز. شديق ديال الخبز هو اللي كيحيد الحر من الفم ديالنا. الانسان كيبقى يشرب الماء، لا راه الماء ما كيدير حتى حاجه، كيجبد الله كيبرد هو، راه ما كيبردش. راه الخبز يعني طريف الخبز حافي هو اللي خصكم ديروه. وبالنسبه ليدين الزيت، كدهن شويه ديك بزيت البلديه وتبقى واحد دقيقه ولا جوج عاد تغسلهم. راه الزيت كتحيد ديك الحر من اليدين، والانسان يحضي غير موليداته ولا ما يحك عينو صافي. المهم غنصاوب واحد الحاجه اللي زوينه هكذا، هادو غنديروهم في الكاس، هادشي غيتفور. انا غنكمل ونرجع معكم، راه الطريقه كتجي زوينه. ومازال غنزيدو الحامض ان شاء الله، والزيت البلديه والمليحه، هادوك منين تنطحنو ونساليو. وهادشي راه كيبقى لكم ديروا كميات بزاف وتخليوهم عندكم، ما تشريوش كاع. دابا السوداني راه غتدخل بالانواع ديالها، دابا كاينه هادي، هاد الرقيق قطعه طويله، وكاينه غتدخل وحده صغر غير هكذايا صغيره، وعاد تدخل وحده مكركبه. ديك المكركبه هي كتجي بها الهريسه غزاله، هي حمراء وهي صغيره بحال ديك الفلفله الحمراء اللي كتنيوره بحالها، تهدي كتجي بها الهريسه غزاله. يعني الانسان من دابا هو كل مره كيصاوب شويه. انا نكمل ورجع معاكم. ها نتوما يا هنا درتها في الكسكاس كتفور، هي ديك الفلفله الكبيره الحمراء، وها مالو المزيودات ديالنا، ها هو ديك الراس كبير ديال الثومه. انا خليته بالقشره لان كلشي غيتطحن، وهذه خليوها بالزريعه ديالها، لانها الزريعه راه هي اللي كتعطي لها ديك النسمه زوينه. ضروري هاد المزاود يبقاو بالقشره ديالهم، وخصكم تغطيه ضروري بشي غطايه باش ما يطلعش الريحه ديال الحار. اما ديروا شي غطار على قد يكون ثقيل، ولا ديروا الغطايه اللي عنده الغطايه ديال الكسكاس، ونخليوها تفور حتى توجد، وعاد نرجع معكم ان شاء الله. ها هي دي الهريسه ديال الفلفله ديالنا وجدات، هانتوما طابت. دابا غنبدا الطحن ديالها، هانتوما تا الثومه درتها هنايا غتطحن معاهم. درت واحد مزيودات خضر كانوا عندي، تا هما درت واحد ربعه، هادو غير بغيت نديرهم. ها هي دي المزاود ديالنا طابو، هما ديك الفلفله الحمراء. درت واحد الربعه المزيودات خضر، انا كانوا عندي غير زدتهم، جبرتهم شويه حارين، زدتهم حتى همايا.
والثومه ها هي دي شنو نتوما كتشوفوها، الثومه هي هنا يعني درتها بالقشره ديالها، راه غتطحن حتى حاجه ما غتبقى باينه. دابا انا غنطحنها ونرجع معاكم. راه سريعه وديك الجليده ديالها سميتو كله غيبقى في هذا، واللي بغى يطحنها يصفيها ضروري. انا ما طحنتهاش، كنبغي نستعمل بهذه، واللي طحنها يصفيها باش تحيد ديك البودور ديال هاد الزرارح هادو وديك الجلده. انا نكمل نرجع معاكم. ها هي دي هو دا الحار ديالنا، الفلفله ديالنا طحناها مزيان هانتوما كتشوفوا. غنزيدوها واحد المعلقه ديال الملحه، انا درت عندي الملحه الحيه، واحد الحامضه انا عصرتها هنا طولي العظومه نصفيها. نخلطها بدايا ونرد هاد الشحار. اللي بغى ينسمها يزيد لها قزبر يابس كيعطيها واحد المذاق زوين. انا درت هنا الحامض بزايد، كاين اللي كيدير نص بحال دابا الكميه الحامض تقريبا نص كاس، يدير شويه ديال الخل وشويه ديال الحامض، لان هي خاصها تكون فيها داك المذاق ديال الحموضه. واللي بغى يزيد لها القزبر يابس يزيدوا لها، وخلاص زيت البلديه. وكاين اللي كيدير فيها حتى الربيع، المهم حنا نكتفيو بهذا الشيء هذاك والاضافات. انا قلت لكم اللي بغى يزيد الربيع نقطع يزيدوا دابا، كتجي طيب معاها وكيجي ديك اللوينه هكذا خضر فيها. اللي بغى يزيد القزبر يابس يزيدوا، وزيت البلديه خلاص ضروري، الحامض والخل. انا درت غير الحامض بزايد، ومره اخرى في ديك الصغيوره غنطحنوا معاها الليمون ديال الليمون البلدي مصير، حتى هو كيجي في العريسه غزال. هذاك حتى مره واحده اخرى نزيد الزيت البلديه. بسم الله، تقريبا شي نص كاس هكذا في هذه الكميه اللي درتها انا. هانتوما دابا رجعوها تقلى كيف وريتكم ديك المره فاش درنا مطيشه، تنبقاو نديرو هكذا وما نجبروش الماء. واحد الريحه طالعه فيها زوينه، لان ديك الزريعه ديال هانتوما كيف كيبقى ديك التالي ديال الفلفله اللي طحنا، كتبقى الزريعه وديك القشره ديالها راه كتعطي واحد النسمه. يلا نردها فوق النار وعاد نتلاقى. هانتوما يا شوفوا راه بدات كتقلر عليه تنشف، انا نبقى معاها تنشف مزيان وعاد نطفي عليها، راه علاين ردوا البال. راه هذيك الفقاعات كطلع راه كتحرق حتى في اليدين، راه ردوا البال معاها وضروري ما تغطيوها. ها هي دي الهريسه ديالنا وجدات، شوفوا كيبقى ثقيله هانتوما، ما كاينش كاع الماء نهائيا هانتوما. انا خديت هاد القرعه قمتها بالماء طايب وجبتها هكذا على منديل نقي، وكتقلبوها وتخليوها تتقطر هانتوما، ما تمسحوها من داخل لا والو، خليوها تنشف من الماء كما كتشوفوا. وكتجيو وهذه الهريسه ديالنا هي باقا سخونه، كتدخلوا هكذايا نعمروها مزيان وغير جربوا هذه ديال الزيت دهنوا بها يديكم، راه درتها يعني ما بقاليش كاع الحار في يدي، درتها دهنت يدي وخليت واحد شويه عاد غسلتهم. هاد الهريسه وتنجيبو عاوتاني وحده اخرى ونقدموها بالحامض، كتجي غزاله بالليمون مصير، نديرو فيها شويه ديال التوابل باش كتجي بنينه. هانتوما طاتنا هاد القرعه كبيره مزيان، يلا هاد الهريسه زوينه بألف درجه بالنسبه لي غنشريو من السمقه. هي ما فيها لا مواد لا مواد حافظه ولا حتى ديك الاضافات اللي كيديروا لها همايا، غتقبطوها هكذا
وضربوا عليها باش كتهبط ما تبقاش حتى شي فراغات هنايا. هذا مزيان كتضربوا عليها. وهنايا بركه باش نخوي الزيت القشوله باش نخوي الزيت البلديه. وعليها الزيت البلديه هي اللي كتخليها كنرتاحها في الدار. غتغطيوها كاع في مره هاد الزيت البلديه ما غتخليهش دير ديك الطبقه اللي كتكون زرقاء. راه مسوحه مزيان هكذايا ها نتوما واحتفظوا بها. هذه يعني كل نهار غتستعملوها في القطاني في اي في الحوت اي حاجه حسن ما غتشربوا داك الشيء اللي في السمكه ما كتعرفوش شنو زايدين فيه وكيفاش صنعات وديك الشيء راكم دابا عارفين كل شيء راه بقى باين. ها هي دي غنحتفظوا بها وتخدموها اي حاجه لذيذه وزوينه وعندك ردوا البال الملحه متملحوها بزاف. هي دي جات زوينه وانتم خصكم تشوفوا حتى ها نتوما الكاسرون كيف بقات يعني كنقول لكم ما فيهاش كاع الماء ها نتوما ثقيله. هاد شويه غنديروا شي حاجه يعني الماء ما بقاش فيها خصها تنشف مزيان. غير هي صعيبه فاش كتكون كتقلى كتبقى الطر كتحرق في اليدين هذا كتحرق خص الانسان يدير الغطايه وهو كيحرك ونسدوها بالاحكام هكذا مزيان صافي ونحتفظوا بها ونستعملوها. ونتمنى تنال اعجابكم والصحه والراحه ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. ونتمنى من الناس اللي مازال ما التحقوا بينا يدخلوا القناه ويشجعونا ويضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد ان شاء الله. ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. يعني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هي دي الهريسه ديالنا طبيعيه.